השם עשר מסליח, פרשת פנחס. אסם מודו את הבעללה, כוח התפילות במקום הקורבנות. לאווה טבע הסלה, עווד הקורבן אלי כאן ועדמו בבית המקדש ובאיים משה רבנו. פי מדרש, אגדת בראשית, פרק מם דלד עוד גימל. המדרש עוניק באילה, אנו כאן פי פטרה אלימה כאן ינזר מטר בעם ישראל. نحن نعرف إذا ما في مطر بعام إسرائيل الزرع ما بيكبر العالم بيموت برمنان ما بيدر يشرب وما بيدر يعيش وما بيدر يأكله أم الحكمين تبع جيل شو ساووا ساووا شغلة اسمها جزرات تعنيد سبول يعني نادوا لهم لكلهم يتجمعوا مع بعض يصوموا وعم بيصلوا وعم بيصوموا لما من شان إنه بوري علام ينزل مطر واحدة مرة هناك ساوت الفرن تبع جديد هل لازم تعرفوا الفرن اللي على خن الفرن اللي كان بايام زمان مو مثل الفرن اللي عنده برافو بيتزا الفرن مو بالحيط كان عنده الفرن سقف عم سلسوا كانوا ياخذوا مد كلي يساووها كفرن يحطوها هي هلا مبلوله ياخذوها مشان تنشف يحطوها قدام الشمس تنشف بعدين يقدروا يستعملوها هي بقيمه اسمها بريك اوفن كانوا يسوى بقيمه من بريكس من معجون بقيمه يسوى وهيك كانوا يستعملوها هالمره شافت انه هلا ساوت الفرن تبع جديد الفرن مبلول طلعت الفرن تبعها على الاسطوح مشان ينشف مشان الشمس تنشف الفرن قالت اذا هلا بده ينزل مطر هن كلهم عم بيصوروا المطر اذا بده ينزل مطر راح الفرن تبعي شو بدي اساوي عم طلعت هي بوري علماء وقالت له مع انه هن بدهم مطر انا ما بدي مطر تا الفرن تبعي ينشف بعدين نزل مطر قلت ما بدك المدراج بيقول سمع له بوري علماء بوري علماء سمع له لهالمرأة اللي هي عم تطلب للفرن تبعها انه ينشف اول بعدين ينزل بوري علماء مطر المصحف شمال امونيم بمأمار بالتحون بيتحسكوت بيقول لك بور ايه تعلم ما هالمدراش هي اخ الشاب بتميموت لبابا وتفلاتا لها شي مرة من كل قلبة من كل كفانا تبعها عطسرات تفلا شل تنائيم بكدوشي ايرتس وتفلات كل تسيبور بتعني تام مبوت ري عدكاما قدلا معالات هتميموت لفني هالشين واحدة مرة وقفت الصلاة تبع ألوف الزلم اللي بده المطر بس هي صلت لبوري علام من كل قلبها بوري علام سمع له وما سمع الصلاة تبعهم اللي هن عم بيصيروا مشان المطر تعرفوا لحنا كمان لما نصلي لبوري علام لازم نصلي لبوري علام وهلا متعلم شون واحد لازم يصلي لبوري علام لما نصلي لبوري علام نصلي بالمعرفة وبالكفانة انه ما في غير بوري علام بيقدر يعطيني الطلب تبعي مو يعني واحد دو يحطني كشغيل عنده يا بوري علام خليه انه يشغلني عنده بس ينوت بوري علام حتى اذا انت ما رح تسمع لي الصلاة تبعي ابن عمي في معه هو بمشي لي الامور هي ما اسمها صلاة انت هي اسمها صلاة يلا هي ما اسمها صلاة بقيمت من كل قلبك بدك صلاة بقيمت من كل قلبك صلي مثل هالمرأة المرأة عرفان انه ما في غير بوري علام بإيده ينزل المطر وبإيده يوقف المطر أم هي صلت لبوري علام بقيمت من كل قلبها بأشريش ببتيخة اللي منقولها ثلاث مرات بنهار شلون منقول ثلاث مرات ربوتاي أشريش ببتيخة أول أشري بعد برغشة أمر بعد هيك خبود يعني عندك تاني أشري قبل وبالد سيون تالت أشري بمنحة كم مرة مكتوب اسم بوري علام يود كي باف كي بأشريش لبتيخة 10 مرات كل مرة مكتوب اسم هالشيم يود كي باف كي مع غير نقوط مع غير نكودوت مرة بيجي مع كوبوتس مرة بيجي مع كامات مرة بيجي مع شيفا مع حولام مع حريك كل يود كي باف كي بأشري غير شي اما لما تجي على الباسوك كاروب ادوناي لخول كوري اب لخول اشي يكرؤوه بايمت اليود كيفاف كي هونيك مثل ما لازم تكون يود كيفاف كي مع شيفا حولام كاماتس يود كيفاف كي العادة شو المعنى ليش دافيد الملك هيك سواها هلا لما تشوف انت كلمة
خصوصي اسم بورع علام نقطة غير شيء، عندها غير نكودوت. عم بيقول لك دافيد الملك لازم يكون عندك كفانا تبع هالنكودوت. العالم اللي عندهم الكفانات اللي بيعرفوا الكفانات تبع التعاميم والنكودوت بيعرفوا يكفنوا. بيقول لك دافيد الملك على كل بسوكيم كفن هالكفانا. اما لما تيجي على باسوك كاروب ادوناي لخول كوريام لخول اشيك رؤوه بامت، ما لازم يكون عندك ولا كفانا. تعرف شو الكفانا لازم تكون عندك؟ انه بوري علام عم بيسمع الصلاة تبعي، وبس بوري علام بيقدر يساوي الطلب اللي انا عم بطلب منه. فهمتوا ربتاي؟ تعلمنا مرة بالشعور تبع يوم الثلاثة بالهلخاء، انه لما تجي عم بتصلي العميدة ما بده بوري علام هلا تبلش تكفن يود كي غافكي أدنوت أسامي ملأخيم علامات سفيرات، هدول شغلات بلا طعمة. بده اياك تكفن شغلة واحدة، تفهم الكلمات، تفسير الكلمات، شو عم تقول، عم تعرف شو عم تقول، عم تقول أتاع حونين لأدام دعت، شو المعنى تبع الكلمات. هدول فهمتهم قبل ما تغمق لي بالشغلات اللي مو أدراسك، اللي عم تعلمهم بلا طعمة، اللي كان في اليوم على خاء اللي بدي أقولها شو حخامة فجأة بيقول ضد دول العالم. بس قلت ينوت أحسن يا ولد ضليك ساكت بل ما يزعلوا منك. هدول ما رح تستفادوا شيء اللي عم تعلموهم، روحوا تعلموا شغلة تستفادكم أكتر. شو؟ تفهم كلمات، تفسير الكلمات قبل السفيروت وقبل الكفانوت بعد دول الشغلات أكتر من راسه. لما تيجي على الباسو كروب ادوناي لخول كوريام لخول اشيك رؤوه بامت، عم بيقول لك دافيد الملك بهالباسوك اسم هالشين مكتوب مثل ما لازم، لا كفانوت ولا شيء. عشان عم بيعلمك دافيد الملك بوري علام بيستقبل الصلاه تبع مين؟ موشي. بيستقبل الصلاه تبع واحد عم بينادي له لخول اشيك رؤوه بامت من كل قلبه. لخين مكتوب اسم هالشين مثل ما لازم. مين صلى لبوري علام من كل قلبه؟ بينحاس. بينحاس مكتوب عليه بالباسوك ربوتاي بكنؤو ات كنأتي بتوخام ولو خليتي ات بني إسرائيل بكنأتي. تعلمنا هذيك الجمعة إذا ما كان في واحد مثل بينحاس كان ربوتاي اليوم نحن ما نعادين هون. إذا واحد ما قام وزعوط وقال إنه عم بيصير قدامه شغلات اللي حرام تصير، ربوتاي ولو خليتي ات بني مو مشكلة بلبسكم ولو خليتي ات بني اسرائيل بكنأتي، كان بر منان شلون داع كان بوري علام ده يروح كل عام اسرائيل. بس من شان وقف زلمة واحد اسمه بينحاس اللي كماله ما قام ومشان خايفين، شان واحد قام سكت بوري علام المقفاة وخلى عام اسرائيل عايشين. شو عطى اجرى عليها بوري علام؟ اللي معروف انه بينحاس ما كان كوهين. بنحاس مع انه جايب من العازار بن اهرون كان ليفي، مشان كل اللي مسحوا موشي ربنه بالزيت هن الكهانين الكمالة كله ليفيين. بنحاس ما كان كهين، بس من شان وقف على الحق وساوى اللي لازم، شو عطى بوري علام اجرى؟ اسمعوا شو مكتوب. لخين امور هنانينو تن لو اتبريتي شالوم، بعطي العهد تبعي شالوم. دول هو عنده شالوم. شو المعنى؟ هلا نتعلم. مو بس هيك، هاي تلو زروع حراب بريت كهنات علام سويته لإلو كهن. والكهنين اللي طلعوا بأيام بيت المقدس كلهم طلعوا من بنحاس بن العذاب بن هاروكين على إجراء إنه وقف وصلى لبوري علام إنه يوقف المقفاة، منشان كان بيدر يدور ساكت من كمالة الزلم، بس منشان غيران على اسمه لبوري علام، منشان بيحب عم إسرائيل، منشان ما بده عم إسرائيل يساوي الغلط، فتح تمه وحكى. شو مراد هذا؟ شو بيقول بن إشحاي؟ بيقول بن إشحاي هلا وقف بنحاس وصلى لبوري علام، شو قال له؟ يا بوري علام بدك تروح كل عم إسرائيل من شان زمري إنه نام وحدة جويا. شو جاب زمري ووحدة جويا بالسبب أن تروح عم إسرائيل كلهم؟ لكن قام بنحاس وقتل زمري والجويا. بن إشحاي بيقول بس زمري والجويا ناموا مع النسوان، كمالة عام إسرائيل كلهم ناموا مع النسوان. والدليل 24,000 ماتوا. لكن ليش بينحاس ربوتاي ما دخلوا مع كمالة عام إسرائيل؟ بينحاس شو سوا؟ قام نعيما بينحاس قام وقتل، مو يعني انه حلقت عشان ما شفتك كثير عم اقول لك نعيما. بينحاس قام وقتل
زمري والجويا ليش ما تروح وتقتل كمايات عام إسرائيل؟ بيقول بنشحاي مشال مهدى باردومي. بتذكر إن هالمشال بسنة 2011 بشبه دحين. اسمعوا هالمشال. بيقول بنشحاي كان في واحد حخام فات لبيت واحد غني بتشعابي أب بده ياخذ منه مصاري ليشيبا. شافوا الحخام الغني قاعد على الطاولة، قاعد على الكرسي تبعه قدام الطاولة عم بياكل سنويشة لحمة يعني سلامي وعم بيشرب مبيد تشعابي أب. ما قال له لا تشعابي أب لا شيء، قال له كلمة واحدة بتي أبون تكون لصحتك، تهنى بالأكل اللي عم تاكله. لما قال له ياها بعدين قال له تقدر تساعدنا بالإشباء؟ أكيد حخام كتب له تشاكل الإشباء عطاياها وراح الحخام مع التلميذين. التلميذين لما طلعوا لبرا برات بيت بعد الغني قالوا له حخام انت ما بتكولك حخام، ليش قلت له بالصحة لتي أبون وما قلت له انه حرام ياكل بتشعابي أب ياكل؟ قال له انا بعرف هذا الزلمة ما بيصلح له انه ياكل لحمة، الدكتور منعه ياكل لحمة، وانا بعرف انه ما بيصلح له يشرب مبيد، الدكتور منعه يشرب مبيد، ليش عم بياكل لحمه وعم بيشرب مبيد؟ مشان يسرى راع لعبه عله، هو ما عم بياكل عم بيشرب مشان يعصبه لبوري على مقصدان، عم بيشرب وعم بياكل مشان لعبه عله ليسرى راع وسواها، لكن انا قلت له لتيابون انه اسكت تمه للساتان اللي جاي سايك تروب على هالزلمه ينزله لهالزلمه، لما قلت له بتيابون قلبت له اياها منه انه عم بياكله بالقاصد للي عم بياكله مشان لعبه على اليسار. هي المشال مانيش حابب يقول على ايد المشال هاد نفهم شو قال بنحاس. بنحاس قال يا بوري علام بدك تروح كل عم اسرائيل بسبب اثنين عم إسرائيل ربوتاي، ليش ساول مع سيدة بعزنوت؟ كانوا سكرانين شربوا مبيد، ما كان في شغلة اسمها ياي الناس. خلال اليوم حرام نحن نشرب مبيد من إيد واحد جوي إذا مو مبوشار، بس بأيام زمان ما كان في شغلة اسمها ياي الناس. بعد القصة ساو ياي الناس، بس قبل ما كان في شغلة اسمها ياي الناس. يقول لك الجوي تشرب مبيد تشرب مبيد، شربوهم مبيد سكروا، واحد سكران مو عيان شو بيساوي؟ شو ما كان بيستحلو بيساوي؟ what's the difference؟ أم عم يسأل لما عم يناموا مع الجويوت سوا بالقاصد ولا مشان لعب بعلن يسرى راع؟ بعلن يسرى مو بالقاصد. أما زمري ربوتاي زمري ما كان سكران، وشو منعرف ما كان سكران؟ أخذ للمرأة مسكها بشعرها جابها لعن موشي قال له موشي لو هتت لي اياها لو ما هتت لي اياها لا حروح انام معه ونام مع قدام عيون كل عام اسرائيل. زمري سواها بالقاصد ولا سواها مشان بيلعبها على اليسار لا سواها بالقاصد. اما لما يجي بنحاس ويصلي لبوري علام يا بوري علام سامحه لزمري وانا لحقت له لزمري شو سوا بنحاس؟ قلب له اياها منه انه سواها بالقاصد كانه ما له عرفان شو عم يساوي. لأخين ربوتاي لحنا لما نصلي لعام إسرائيل على الشتيوت اللي عم بتصير ما عم نصلي لبوري علام، عم نقول له بوري علام شوف شو عم بيساوي، عم نقول له يا بوري علام عم بيساوي بأمات بس عم بيساوي مشان عم بيلعب عالون يسر راع. يا بوري علام إيه من يسر راع من عالون وما عاد يساوي العبد مو حسب شلام ولا واحد. أنا ما بقى منه ولا واحد يهودي بيروح بيسايب القاصد مشان يعصبه لبوري علام. لا ما في شغله هي اسمها ممار لها خيس، ما في شيء بعام يسال يمكن قويم عندهم اياها، بس عام يسال ما في يهودي بيساوي شغله مشان يعصبه لبوري علام مستحيل. ليش بيساوى؟ مشان بيلعبها على بوري علام. شلون انت بتقلب له اياها منه عم بيساويها بكبناه لانه لعبه على اليسار؟ صلي لبوري علام احكي عليها، لما تحكي عليها شو بيساوي بوري علام؟ بيقول حرام ها معك هنا ما عم بيساوى بالكفانة عم بيساوى مو بقصدهم. قلبت لهم كل العبراء اللي سوى من غير ما تكون ليها خعيس بوري علام ساوت لهم ياها انه مو بالقاصد سوى. وهم فين يا فين واللي فهم الكلام تبعي فهم الكلام تبعي، اللي ما فهم الكلام تبعي طبعا تعوا لعندي بعد الشعور بفسركم شو قصدي بالكلام. في جمارة مسخت براخوت دفخاف باب عمود بيت مكتوب على بنحاس ويعمود بنحاس ويفلل هالباسوك من تهيلين. وقف بنحاس ويفلل، تقول جمرة ماذا ويفلل؟ إن ويفلل إلا تفيلة. شلون بعرف؟ إن عمدا إلا تفيلة. يعني ربوتاي بنحاس لما طلب من بوري علام إنه يسامح عام إسرائيل
كان بيسائل شهر الملك الحمد لله على السلامة. لما بنحاس وقف وطلب من بارع علام إنه بارع علام اللي وقف مجفاة صلى بنحاس تفيلات عميدة. هلا السؤال لازم نسأله ليش العميدة اسمها عميدة مش عم نوقف؟ نو no. ليش العميدة ربطاي اسمها عميدة؟ شوف على مين مكتوب عميد؟ كل يوم نقوله يوسف مشارتين بأشن الشارتاب كلام عمدين بروم عولم. مين بيوقف؟ ملأخ. من يوم اللي خلقوا بري عولم الملأخ لليوم اللي بيروحوا بري عولم الملأخ بيضال الملأخ مثل ما هو ذاته، ما بيدري ساي مزبوط، ما بيدري ساي عبرط، بيضل مثل ما هو. لحنا اسمه لخيم، لكن كل يوم بتقول بآخر قربانات شو بتقول؟ قال تكريها لخوت إلا هلخوت. لما تتعلم هلخوت والتوراة وتقوي حالك بالتوراة اسمك انت هلا هوليخ، عليت حالك من عميد كملآخ لهوليخ، رفعت حالك، انت عندك القوة المجال انه ضل قوي. لما لحنا ربوتاي قبل ما نصلي لحنا بمدرجة كواحد عادي، انت اسمك نسيم، موشي، نسيم، دافيد، فيكو، كنيربو، انت واحد عادي. اما لما توقف بالعميدة تعرف شو سويت حالك؟ سويت حالك كملآخ، لكن اسمه عميدة. شو يعني عميدة؟ هلأ قلبت حالك من إنسان لعميد، رفعت حالك لما الأخ. كمان بعد ما تعلم، بعد ما تصلي شو مكتوب الهلاخة؟ بعد ما يصلوا شو لازم يساووا؟ لازم يروحوا يتعلموا التوراة. لما هلأ رفعت حالك من إنسان عادي لعميد، بس ما تضرب العميد، شو لازم تساوي حالك؟ هلأ هوليخ، بلشت عادي رفعت حالك لعميد، ترفع حالك كمان لهوليخ. لخين بالعميدة شو عم نساوي؟ أول شيء نرفع حالنا لفوق كملآخ. لخين شو متعلم ربوتاي؟ كل عميدة اللي بتصليها، كل عميدة بتصليها بترفع حالك من إنسان ريجولر لإنسان ملآخ. لخين بنحاس لما صلى لبارع علام رفع حاله من بنحاس لإلياهو النبي ملآخ. مو انه بورع علام قلبه لبنحاس لإلياهو من شان قتل جويا وقتل زمري، هو بنحاس رفع حاله هو من عنده. شلون؟ لما صلى بالقوة الصلاة تبعه رفع حاله من بنحاس واحد عادي، رفع حاله لإلياهو النبي ملأخ. بقدرة كل واحد بالصلاة تبعه. لاخين ما تزدازوا بالصلاة تبعكم، واقفين بالعميدة وقاد العميدة وقاد التكست مسج اللي بتردوا عليه بعد العميدة بياخدكم اكتر، مو انتم بل منهم، عم بحكي على العالم، بياخدوا للعالم اكتر وقت يردوا على التكست مسج من العميدة ذاته. بيكون هو ببالغ علينا، بيحس التلفون تبعه بلا شرج يا سواله دينج، من شان بده يرد عليه بيساوي يلا عصا شرم، بس انت عاد مرخ علينا وشو جاب عصا شرم؟ يلا مو مشكلة. anyway نفس الشيء، بيفتح الواتساب من شان بيفكروا شيء، شو طلع؟ نكتة واحد صاحبه بعت له اياها. على النكتة اللي واحد صاحبي بعت لي اياها روحت كل الملاخ تبعي، روحت كل القوة تبعي، كل كدوشات تبعي. لما شان رد على التلفون الشتويوت اللي انا واقف قدام بوري علام، اللي بوري علام بده يرفع لي كمدري كم ملاخ، بس انا شو عم اساوي؟ يلا مثل ما صليت هلا عميدة شحرين بصليها كمان منحة، بصليها كمان عميد. بس شلون بتعرف اذا هلا مو اشاعات اتراكسون؟ شو بيعرفك؟ يمكن هلا بوري علام بده هالصلاة تبعك، ما بده المنحة، ما بده العربيت، هلا بده الصلاة تبعك. ليش ما تستعمل كل عميدة اللي عم تصليها لبوري علام؟ كفن بكل كلمة، كفن، ما تستعجل بالعميدة. ما في هلاخة، طولت بكل مصاحف على فكرة، ما في هلاخة بتقول لك استعجل بالعميدة، ما في، في هلاخة بتقول لك كفن بالعميدة، بس ما في هلاخة بتقول لك استعجل بالعميدة. تعرفوا ربوتاي شو مكتوب بشلحان عروخ؟ ليحشوب كإلو شخينا كنقدور. تصور انه الشخينا واقفة قدامك. بيقول المبيت رب موشة متراني بالمصحف تبعه بيت إلهيم شعر التفيلات بيرك هيك، تعرف شلون بوري علام موجود معك بالعميدة؟ شو بتقولوا ربوتاي؟ شو منقول احنا بالعميدة؟ التا جبور، التا كدوش، التا حنين، انت مقدس،
انت عظيم، انت قوي. مع مين عم نحكي؟ عم نحكي مع بورع العالم الموجود قدامك. المعنى بورع العالم موجود قدامك بالعمداء. اذا عرفان انه بورع العالم موجود قدامك بالعمداء، الصلاة تبعك رح تكون دقيقتين ولا رح تكمل بالعمداء. تعرفوا هي مثل شو بيقول يعني ملك بدر من بقال اسرائيل، بيقول واحد بالعمداء ببلش بيفكر بالبوس تبعه، البوس عم بيعذبني، ما عم بيعطيني معاش، ما عم بيزود المعاش، ان شاء الله ارجع البيت وما يكون مشاكل مع المراه، شالون بايت، الاولاد عم بيعطوني مشاكل. يا تبيش البعيد، بورع العالم موجود قدامك، احكي معه لإله، قل له يا بورع العالم افتح تمك واطلب. عم تفكر بشغلات اللي ما عم توجه انت كلامك لبورع العالم، عم توجهه لحالك، عم تفكر فيه. لبورع العالم واقف قدامك، تعرف شو المعنى تبع العمداء؟ عليت حالك كملاخ، ملاخيم على فكره وين قاعدين؟ قدام بورع العالم الملاخيم قاعدين. اي احنا بمليون سنه ما بنقدر نوصل قدام ملاخ اللي قاعد قدام بورع العالم، قدامه، بس تعرف تقدر توصل امتى؟ بالعمداء. بورع العالم موجود قدامك. ليش عم تصلي الصلاة اللي مبينة مثل الصلاة تبعك؟ سلام على خيم. سلام. خيم بيقول حخامين كمدبر إيش الحبره مدبر له بنين البنين. حكي مع بورع العالم وش بوشك بياخد. بورع العالم موجود قدامك، إذا بورع العالم موجود قدامك حكي معه. بس افتح تمك ارحب بيخا وأمل إيه. افتح تمك بكرة التهليم مزمور تبع اليوم يوم حمشي. افتح تمك وحكي مع بورع العالم. لخين شفنا إنه بينحاس على حاله لمدرجات ملأخ. هي الإجرة الأولانية اللي عطاياها بورع العالم. الإجرة الثانية ربوتاي شو عطى بورع العالم؟ طول له حياته، زود له حياته. شلون؟ هلا أوقات بتروحوا على بريت وبتشوفوا واحد بالبريت وبتسألوه أنت من طرف مين؟ من طرف مو عريس وعروس، بس من طرف الصبي. فين واحد اللي بحياتكم ولا واحد بيعرف مين هذا الزلمة؟ الدليل هاد إلياهو هالنبي. بورع العالم مو بس سواه، سواه لبينحاس إلياهو، خلال إلياهو نبي عايش. طلع إلياهو نبي بس عراها الشماين، تعلمناها اليوم بالجمارة يمكن، طلعوا لفوق للشماين لإلياهو نبي مع جسمه مع وعيه كله طلع لفوق. ملأخيم اللي فوق ما عندهم مثل إلياهو نبي. كل ملأخيم على فكرة لازم تعرفوا لما ينبعتهم بورع العالم من فوق من الشماين ينزلوا لهون بيتنكروا بيجوا بجسم واحد، أما إلياهو نبي بيجي بنفس الجسم اللي كان لما كان عايش. بيجي واحد بيقول طب إذا شفناه بنعرف هو إلياهو. شو بيعرفك من إلياهو نبي؟ حدا صوره؟ ما كان في آيفون بوقته، ما حدا صوره لإلياهو نبي تعرفوا من إلياهو. الوحيد اللي بينزل هون على العالم بجسمه كامل. سو زود له بورع العالم حياته، سواء إلياهو النبي. ليش بورع العالم زود له حياته لبينحاس؟ في جمارة يروشالمي مسخت روش الشنا بيرك هي هلاخا هي. ربي حياب الأباء كان عم يصلي، عم يصلي العمدة، دغري وقف من وراء راب كهنة. والهلاخا بتقول إذا واحد عم يصلي عمداء وراك حرام تساوي عصي شالوم، لما انت فايت بالحدود تبعه حرام. راب كهنا عم بيطول، عم بيطول وعم بيطول. رب حياب الأباء يعني دي اعوده ردي بعد عمداء لما بناتهم خلصوا. قال له رب حياب الأباء نو كن عندك شوية كابود إلي، انا مو حخامك يعني كن عندك شوية كابود. وقفت العمداء ثلاث ساعة بالعمداء تبعك. قال له اسمع حبيبي، انا رب كهنا كهين، مو بس كهين، جاي من عيلة عيلي طويل معليها كهين، بيت طويل معليها كهين. برمنان كتب بورع العالم جزراء انه كلهم يموتوا صغار، لكن غيروا اسمهم لطويل انه طول لهم بورع العالم حياتهم. قال له هو جاي من مشبحات عيلي، والجزراء اللي كتبت على مشبحات عيلي الشغلة الوحيدة اللي بتبطل الجزراء انه واحد يصلي. قال له انا بطول بالصلاة قديش ما بدي، لما عشان بدي بورع العالم يزود لي حياتي. لما واحد يطول بالعمداء ربوتاي سيقول لا أريخوت يمين. هلا تصوروا شغلة يعني بين قوسين، إذا التفيلة بتزود له حياته للإنسان، المعنى إنه ما بيبعد بورع العالم مرض على الإنسان. لما
شلون بدي يبعث له مرض على الانسان بعد ما نام اذا لازم يطول له حياته؟ يعني بدكم سيقولان رفقاء شريما طولوا بالصلاه، طولوا بالصلاه، لا 40 يوم شرا الشريم ولا كتلة مع عربي ولا سووا حلا ولا تحطوا المفتاح بالحلا. هدول على فكره ما انا مكتوبين ولا مصحف. تعرفوا شو مكتوب بالمصاحف؟ زود الصلاه تبعك. كل ما اريخ بتفلاتهم ما اريخين يا ما بحياب وشنو تاب. مكتوب بالجمارة مفورشت. على موقات بيطلعوا على الجمارة بيروحوا بيدوروا على السجولات برات الجمارة. جمارة مفورشت. ما اريخين له حياب للادام بيزولوه ما رسخت برخوت اول بيرك بيزو يمكن هو البرق بس اكيد ما سجل برخوت. بيزودوا له حياته للانسان. والسؤال ليش بيزودوا له حياته للانسان؟ فلما هلا تعلمنا انه لما انت عم تصلي لازم تتصور انه شو انه الشيخين بيرفض. نسيت اسجله فباخذ تسجيل منه. ما في مخ. شوفوا ربوتاي، تعلمنا انه لما واحد يصلي لازم يتصور انه الشيخين قدامه، صح؟ شو مكتوب الباسوك؟ ذا تمد بكين بعدوناي لو يخيم. جاوبتوا انت السؤال. ليش تما واحد بيصلي بيزود له بورع على حياته؟ مشان هلا ما عم بيصلي عم بيلتزم هلا مع الشخينة. وشو مكتوب لما واحد يلتزم مع الشخينة؟ بيعتمد بكين بهالشيم حيين كل خيمة يوم بيزود بورع على حياته. لاخين نصيحة مني لإلكم، إذا واحد ما بيساويها أوريدي بالكنيسة تبعه يسوى شغلة كتير منيحة إنه كل يوم جمعة تسوى ثلاث نداريم. من عدد اسباب انه ليش تساوها ثلاثة دارين، بس تعرفوا شو اخر باسوك بها ثلاثة دارين؟ اعتمد بكين بادوناي لخيم حيين كل خيم يوم. شو بدك احلى من هيك انه تبلش الشبات تبعك؟ عندك وعد اوريدي من بوري علام انه يزود لك الحياة تبعك. على شرط نتكبن بالعميدات تبعك، كبن بالصلاة تبعك، كبن بالتفيلات تبعك، موجود بوري علام قدامك. لكن شو قال له بوري علامة بينحاس قلبه لإلياهو هالنبي وقال له هنني نتين له إدبرتي شالوم. شالوم من شو بتقول جمارة؟ شالوم من ملآخ مافت ما بيموت. لا لا ليش ما بيموت؟ مشان صلى. صوروا عندك إنسان واحد، إنسان واحد بالقوة تبع الصلاة تبعه، شوفوا البرخود اللي أعطاه بوري علام. ساخر زود له حياته، ساخر سواء كوهين والنسة تبعه كوهنين، ساخر اليا نبي. لما تفلا واحدة نحن منعرف أي الصلاة هي اللي حطينا البنساء اللي بدنا. طب بيناتنا ها انتو بدكم انه تربحوا $1,000 $2,000 $3,000 بالجمعة؟ ما حدا بده. واحد بده بإيمات انه يساوي مثل ما بيقولوا خبطة تبع الحياة تبعه، يعني البيعة تبع الحياة. كل واحد بده مت تسلبوها عليه تقولوا لي لا نحن ما بدنا، نحن على قدنا، نحن خلينا على قدنا. ولا واحد هيك بطلب، كل واحد بده يكون عشيرة. نحكي الا بأمان، شفتوا عم نحكي بالأمان. كل واحد بده انه ما يكون عنده هم، ما يكون عنده هم المصروف، ما يتعذب. عندك الصلاة، طلب من بوري علام، فتح تمك وقل له لبوري علام، قل له يا بوري علام بليز. او على فكرة لما عالم يطلبوا من بوري علام بيطلبوا بالطريق الغلط، بيقولوا بدي بوري علام. حرام تطلب هيك، لازم تقول إذا مناسبة هي بعيونك يا بوري علام أعطيني إياها، إذا لا بعدها مني. كام زلمة بيطلبوا يتجوزوا واحدة مرة اللي بيحبوها لهالمرة بدي إياها، مرة تانية ما بدي، بعد شهرين بيطلقوا. مشان انت بدك هالمرة وانت مفكر هالمرة منيحة بعيونها، وبوري علام بيقول انا عم بقول لك المرة مو منيحة بعيونك. No I want this one. وبعدين 2 months كانوا رفقات من حضانة، تجوزوا 2 months later it's over. لما she's not for you، ليش عم تطلب لإلها؟ وشو بيطلب؟ هنا سومي لفنيخة الشامل وكينو بدوكي ابو تينو شتيتين لي زي زود باد زود. ليش عم تذكر باسمها؟ ليش عم تطلب لبوري علام هاي المرة؟ وإذا كانت بومة العلاق شو بيعرفها؟ وإذا كانت هي لما كنتوا رفقات منيحة ولما أول ما جوزوا مثلا أوراب لاسري، أول ما جوزوا كانت ملأخ، بعد ما جوزوا صارت ملأخ حبالة، شو بيعرفها؟ ما بتعرف. ما بتعرف أي الصلاة رح تنفعك
ولما تطلب اطلب بالطريقه اللي لازم تطلب. موشي ربينو 515 مره طلب انه يفوت ارض اسرائيل ومع كل هي قال له بورع علام نو. وبتعرفوا 515 صلاه كل وحده غير شيء. لحنا بعد اثنين عميدات اذا ما اعطانا يا بورع علام نقص. طول بالك صلى موشي ربينو 515. كون جبور كون أبضاي. خلينا أشوفك صلي 50 مرة على نفس الشغلة 50 مرة بكفانة. موشي ربينو صلى بكفانة وصلى كل صلاة غير شيء ونزل دموع وفرحان موشي. احنا وين بعاد؟ بس شو قصدي بالكلام؟ إنه ما بتعرف أي صلاة هي اللي حتفوتك. وشو قال له بورع علام؟ كمان مرة بفوتك لأخي ما تطلب. يعني 516 بفوتو 515 ما بفوتو. لحنا كمان عم نصلي عم نصلي عم نصلي بعدين نقول it's over. بس يمكن هاي هي اللي حتفوتك، هي اللي حتعطيك التيكت. في كمان جمراء مسخت بلاخوت تفتيت زين في كتير مصاحف بآخر العمداء قبل ما يساو عسي شالوم في هونيك صلاة يهيلا سومي لفنيخة الشيم الوكينو ولوكي أبوتينو شدتين نانو حيم أروحين حيم شل شالوم حيم شل توبة. أكترية العالم بيقولوها لما مش فيها حيم شل برنسا كل شيء اللي فيها برنسا بس فيها حيم فيها حلوث عسامات فيها توبة برنسا برنسا من ساوية. في كتير عالم يساوها. مين أسس هالتفيلة؟ رب هيك رب بالجمرة أسس الصلاة. قالوا له رب ليش عم تطلب بورع علام يزود لك حياتك؟ قال لهم don't worry I got this. رب عاش 300 سنة يعني نفعت الصلاة ولا لا؟ رب لا 300 سنة كلام ده معنى ان الصلاة بتزود لك حياة. بس ربو تاي لا هو عم يفحصني. هو انا اوقات بقول له من قبل الشعور الاسئله مشان اقول له اللي لا قصده مشان انا بعدين اقول له اللي احنا مسايب روفا قبل الشعور مع بعض. ربو تاي هو بيعطيني شعورين كنت شعورين. شوفوا ربو تاي بس باي طريقه لازم واحد يصلي. ان شاء الله بورع علام يقلبنا اياها يوم فرح. بس زلاء وما اجى مشيع عمر بيت المقداش بتشعبي اب بعد جمعتين لعن اقول هالباسود بمقلات اخا شفخي كمايم لبيخ نوخح بينيها الشيم يا يروشلايم يا عم اسرائيل كتوا القلب تبعكم مثل المي قدام بورع علام. بيسال الشيخ الكادوش اذا كنتوا تقدم بعدينه ليش مكتوب الباسوك شفخي كمايم لبيخ؟ ليش ما مكتوب شفخي كشمن لبيخ؟ شفخي كيين لبيخ؟ ليش بورع علام بده يانا نصلي له مثل ما واحد عم بكت مي؟ قول مثل ما واحد عم بكت زيت، مثل ما واحد عم بكت بيض. بيقول لك الشيخ هكادوش شغله حلوه كثير. لما واحد بياخذ كاسه اللي ملانه زيت وبكتها الزيت بيطلع بس الاثار الزيت لساعات بالكاسه. لما واحد عنده مبيد بالكاسة وبكتر مبيد من الكاسة ريحة مبيدة عادة لسه بالكاسة. لما واحد يكت مي من الكاسة كل نقطة بتطلع ما بيصفى شي بالكاسة. بيقلك نفس الشي بالصلاة تبعك. لما تجي انت تكت قلبك لبورع علام فضي قلبك وما تخلي شي بقلبك. صلي لبورع علام طيفضى قلبك 100% مثل المي. شفخي كمايم لبيخ نوخح بنيها الشم. صلي له لبورع علام من كل قلبك تا كل شيء اللي جوات قلبك فضي لإله. دي ألحق إنك دشاخ مع الحزان. ما تلحق إنك دشاخ مع الحزان. عاد بورع علام قدامك. صلي لبورع علام. ما بدي ألحق الكربانات. ما تلحق الكربانات. عندك شغل. We don't know. ما بنعرف نحن القوة تبع الصلاة. قوة تبع الصلاة بنحاس ربو تاي قدر يوقف المجفة وما يروح بورع علام. كل يهود عايشين اليوم بس خدت في لا واحد تبع بنحاس. بدنا نحن نروح كل أمراض بالعلام. الصلاة تبعنا مو صلاة تبع جارك. الصلاة تبعك. كل الأمراض وكل برخة وكل بنسة كل شيء اللي بدك بإيدك أنت لازم نقوله بصوت عالي مشان بعدين عالم يمكن تفوت. مشان إذا أنه لازم واحد يصلي بكفنان
ما حدا بيسمعها. قال لي واحد مرة قال لي اسمع الشعور. قال لي ليش انت بتزعود بالشعور؟ مو احسن لك انه تحكي بصوت واطي؟ قلت له يا نوت تحكي معك بصوت واطي. لما شرب بينه طلب من برع علام يفوت حدا بيسمع. لازم اوقات في شغلات لازم نزعود منشان تفوت، مو بمخكم، بمخي انا. فانا كمان ما بعرف القوة تبع الصلاة تبعنا تبعي، ما بعرف. لكن كل صلاة اللي نصليها صليها كأنه هي الصلاة اللي حتفوتك ولح تعطيك التكت اللي كل شيء اللي لازمك. شوف في كم ماين للبيخ ما بنعرفها كمان. في مزمور تهيلين بالمدراش، مزمور كوف لامد زاين، مدراش معروف. يرمياه النبي لما خرب بوري علام يروشلايم بيت المقداش، ما كان قاعد مثل ما تعلمنا يوم الأحد، ما كان قاعد يرمياه النبي بيروشلايم، بعته بوري علام برا. لما كان برا ورجع شاف دخان طالع من بيت المقداش، شوف فكر يرمياه هو انه عم بيقدموا كتورت، عم بيساووا كربانات، قال اكيد بوري علام سامحهم ورح يخلي لهم بيت المقداش وما يخرب لهم بيت المقداش. قرب قدام يروشلايم شاف الدم، كت الدم بالارض، شاف الفشخات تبع الصبابي تبع ولاد صغار بالدم، شاف الأضام تبع الدم بالارض، شاف الجسس تبع اليهود بالارض، شاف العالم الميتين بالارض. بلش يبكي يقول وين الشعب تبعي؟ وين اولادي؟ وين اللي نبهتهم رجعوا بتشوبه قبل ما بروع علام برمنان يبعت كزرابومه؟ وين اولادي؟ راح بلش يلحقهم وشاف انه نبوذر رشاع الوكيل تبع نبوخذنصار عم بياخذهم لبابل. قرب قدامهم وشافهم معذبين بالجنازير عم بيبكوا. قالوا له يرمياهو وينك؟ وينك يرمياهو؟ نبوذر ادان رشاع قال له يرمياهو تيجي معنا لبابل. كان عنده وصيه من ملك ما تدقوا ليرمياهو، ما تعذبوا ليرمياهو. كانوا تتعلمنا يوم الاحد كانوا نبوخذنصار ويرمياهو رفقات بزغرون. قام قال له نبوذرادان ما تدقوا ما تعذبوا، خليه اوبن تيكت رايح جاي ما تدقوا. قام قال له نبوذرادان يرمياهو النبي قال له تجي معنا لبابل. فكر يرمياهو قال اذا بدي اروح انا معهم لبابل مين رح يضل مع اليهود البقيانين بيروشلايم؟ عشان مو كلهم راحوا لبابل. قال له لنبوذرادان قال له انا رح اضلهم. عام اسرائيل لما شافوا ان يرمياهو النبي رح يضل بيروشلايم بلشوا يصرخوا، بلشوا يبكوا يزعوتوا، وينك يا يرمياهو يا ابونا؟ ضل معنا بليز، ضل معنا، مين رح ينورنا الطريق؟ مين رح يعلمنا؟ مين رح يرجعنا بتشوبه؟ طلع فيهم يرمياهو النبي قال لهم هلا عم تقولوا لي وينك يرمياهو؟ هلا عم تقولوا لي هلا نرجع بتشوبه؟ هلا بتقولوا لي هلا يسامحنا بورع علام؟ ليش ما سمعتوا لي كلمه اللي عم بنبهكم كل السنين وعم بقلكم، عم بقلكم رجعوا بتشوبه قبل ما بورع علام يخرب بيت المقداس يبعث مصيبه اكثر، وكلكم عم تتمالزوا علي، وكلكم عم تبهدلوني، وكلكم عم تقولوا لي ما تحكي على هالشغله، وينكم كل السنين؟ وقال لهم يرمياهو هالجمله، قال لهم انا بحلف لكم وشهود السماء والارض إذا أنتوا كنتوا هالصلاة وهالبكي بكتوها بيروشلايم ما كان بوري علام خرب بيت المقداش. بس شو أنت اللي احنا بنبكي لما يبعد بوري علام برمنان المصيبة؟ لما برمنان نسمع انه في واحد مريض يلا بعتوا له تهليل، ساووا له، قلوا له، بعتوا واتساب، بعتوا تلف مسج، ليش ما تصلي قبل ما يمرض الزلمة؟ شلون بدك يعني اصلي له قبل ما يمرض؟ تعرف لازم تساوي؟ لما تقول رفيع حولي عمويسي الكفين انه ولا واحد بعام اسرائيل يمرض. صعبة؟ لا، انت بيحلينا نصلي هلا لما نسمع في مصيبة، لما نسمع برمنان واحد ضعيف بعدين بنصلي له، ليش ما تصلي قبل؟ قبل ما مصيبة تجي بتصلي؟ امتى بيحلينا زلمة يصلي على البرنساء؟ لما معصر شوي عليه، لما ما في برنساء، بعدين بوري علام بعتي برنساء، بس إذا عنده برنساء بيصلي لبوري علام البرنساء؟ ليش ما تصلي لبوري علام البرنساء؟ وأنت عندك برنساء لما تقول من بري خشانين، طلب من بوري علام إنه كل السنين تبعك يكونوا مناح، لا، بس لما يخسر المصاري شو بيقول؟ يا بوري علام بعتي برنساء، إيه وينك قبل؟ وينك قبل لما عم بيبعث لك بوري على مصاري وعم بيرزق وعم بيعطيك بركه؟ وينك قبل؟ قال لهم يرمياهو لازم تبكوا لبوري عم تفضوا قلبكم نيتو زيرو على الفاضي، انتوا وعندكم بيت المقداش، بس هلا اوريدي خربكم بوري على بيت المقداش.
إذا كانوا ربوتاي عام إسرائيل، إحنا هلا فتنا للتجمع لازم نبكي كل يوم عن حربان بيت المقدس. في عالم بيساوي تكون حاسوت بنهار، في عالم بيحطوا صفوا على راسهم، بيعدوا على الأرض، بيستحوا الصباط. مو لعبة، مو لعبة. ما بنسمع ميوزك، ما بنساوي على راس، ليش كان لازم ما بيحلقوا؟ It's not a joke. أبلوت بس شو نساوي؟ برمنا أنه أكبر حفلات هلا بتصير بتتجمع، أكبر حفلات. It doesn't make any sense to me. بحياتي ما فهمتها. بتتجمع اللي إحنا عم نتقبلت على يروشلايم، عم تساوي أكبر حفلات بوين ما أنت قاعد. ما فاتت حربان بيت المقدس. إذا كانوا عم إسرائيل صلوا لبرع علام هنون عندهم بيت المقدس، نحن كنا اليوم هالشعور عم نساوي قدام الكهنين واللذيين ببيت المقدس. أحب من هيك. أما زلمة بحلاله أنت نفي على حاله لما برمنا بوري علام ببعث المشكلة. شوفوا ربوتاي شو السفورنو بيقول على برشات ضيلة. هلا لما الملأخ قال له لسارة رح يجي لها ولد، شو ساوت سارة؟ ضحكت، ما آمنت. فتسحق سارة بكير باليمور. بيقول السفورنو ساراي مينو عم نضحك على خبرية تبع الملأخ. بيقول السفورنو يس، مشان ساراي مينو قالت إذا الملأخ رح يباركني بحياة البراخة ما رح تتحقق. إذا أنا بدي ولد أنا لازم أصلي لبرع علام. بيقول السفورنو ربوتاي اسمعوا كلامه. بيقول إي أفشار بشوم أوفن لأسيك أفلو على يدي بركات نبي في حخام. كل أدم يأخذ لها سجام بعصمه على يدي التفيلة شلو. يعني الصلاة بالكوت المهمة كتير مهمة، الصلاة بالكبريسة الدكي مهمة كتير مهمة، الصلاة أن تخلي لواحد مكوبال يصلي لك مهمة كتير مهمة. بس شو أهم؟ أنت بذاتك عم تصلي. أما لحنا منقول الصلاة تبعي، الصلاة تبعي مو مهمة، خلي الواحد مكبار يصلي، خلي لأبوتك الدوشيم يصلي. أكيد إنه سخو تبعنا قوي، بس أنت كمان الصلاة تبعك قوية كتير. سراي منع عم تضحك قاعد مشان قالت مو معقول إنه يجيلي ولد على إيد واحد من آخر. الصلاة تبعي هي هوا. وشو سوا بري علام ربوتاي؟ مكتوب لما أبراهام وسارة صلوا لأبي ميلخ بعدين عطاها بري علام سراي من ولد. لما هي صلت من كل قلبها على واحد تاني بعدين قالت بنفسها إذا أنا عم صلي على واحد أبي ميلخ جوي اللي ما عنده أولاد عم صلي له لإله، أكيد إذا أنا بصلي للصلاة تبعي بورع علام عطيني أولاد أكيد تنفع. وصلت من كل قلبها بعدين شو مكتوب؟ فهي حالة دبري ما قلبها شين باكادت سراك أشير أمار. في مصحف مقالي عمو كوت بيشيب شغلة غميئة كتير. هلا بالعميدة كم مرة مذكور اسم الشيم؟ مو بالبراخوت، براخوت حتى الأولى 19 براخوت براخة، بس في عنا اسم الشيم برات البراخوت. عنا مكتوب اسم بوري علام 26 مرة بالعميدة. قديش عدد اسمه بوري علام يود كي واف كي؟ 26. تعالوا ناخذ هلا 26 ضرب 26، كل واحد يفتح الايفون على حاسبة تبعه بتطلع 676. بيقول مقالي عمو كوت شي يعني هالرقم 676؟ بتساوي كلمة راعوت يعني مشاكل عذاب مصايب برمنان شغلات ممنح. اسمعوا الباسوك شو بيقول مقالي عمو كوت ربوت راعوت صديق ومكلام يسيلينو أدوناي. في كتير مشاكل بس شو لحن تأقذك من كل مشاكل؟ اسم بوري علام. لكن كلمة رعوت قدش عددها؟ 676 حسب 26 اسم بوري علام و 26 تبع الميدا. 26 ضرب 26 676. شو بيأقذك من كل الرعوت؟ الاسم تبع بوري علام اللي موجود بالعميدة. ينوت ربوتاي ما تكمنوا به ولا باسوك بالعميدة، ما تكمنوا به اسم هالشين بالعميدة. بس صلاة بينك وبين بوري علام تقدر تساويها؟ بينك وبين بوري علام اللي احنا بكل الشعورين بنحكي عليها almost كل الشعور هيت بودي دود. روح كي مع بوري علام بينك وبينه.
قلتلكم شو ربنا احمد من برستر بيوزف وضاقين بعدينه قفلوا لازمك شريط صباط شريط صباط قديش بيكلف شريط صباط 399 من بيلس 2 for 399 اذا عندهم سيل قديش بيكلف شريط صباط 399 على هين بدك يعني اطلم برع علام انه اشريط شريط صباط yes you know why باليوم اللي انت معتاه شريط صباط المحلات يا لح يكونوا مسكرين يا لح يكونوا نفعين من الشريط صباط مين سواها بوري علام سواها أصلا لما من شان على الشريط صباط بده اياك تصلي له من شان تعرف انه بحياتك ما عندك شيء من عدا بوري علام اذا بوري علام بده بيسكر كل المحلات بيسكر كل الامازون امازون معقولة امازون تجو بانكروبت اذا بوري علام بده شلال ما تصير بس اذا بوري علام بده بيسايا بلحظة واحدة من قبل جمعتين تتذكروا الواتساب نزلت والفيسبوك نزل والانستغرام نزل كل العالم شو بدنا نساوي شمع اسرائيل ماشي يا حجة شو بدنا نساوي الاخرة اجت على شو على اربع ساعات ما حطيت الصورة تبعك عم تاكل البوزة على شو امت الدنيا وحطيتها لما شو بدي اسايا الا البوست تبعي ما عم يطلع واحد بيحط الستارس تبعه بالواتساب ما طلع الستارس تبعي شو بدي اساوي على هاشتويوت انت عم تبكي وعم تزعل بس ما عم تزعل على كل يوم عم تروح الصلاة تبعك هيك هيك تشيك تشاك تشيك تشاك عم بتساويها على الاكل تبعك تاكل تاخذ الاكل تبعك اكثر وقت ما تصلي العميدة الاكل ما رح ينفعك الصلاة رح تنفعك الكدوشاء البراخوت رح ينفعوك وبهين نخلص اجا واحد ولد مع ابوه لرب حيم كانيفسكي شليتا ببني برك الولد حكى مع رب حيم كانيفسكي وقال له انه لابنه لهذا الزلمة الدكاترة شافوا المحلة المرض شلون يدع شلو عليه في حد عم يسأل صار كلهم على الجنب الثاني وقال له الأب لرب حيم كانيفسكي بدي أقول لك شو ساوى ابنه لما سمع الخبرية إنه عنده هالمرض قالوا له قاله يا ولد يا ابني الأب قاله للولد قال له يا ابني اسمع ما تخاف هيك زلام عم بوري علام لح يعطوك كتير دواء ويمكن الشعر تبعه يهر يمكن الشعر تبع الولد يروح مو يمكن اكيد برمنا من كتل الكيمو شلون يدع الولد طلع بابوه قال له يا ابي انا بتنازل عن كل الشعر تبعي مو مشكله اما البيوت البيوت شو بدي اساوي شلون بيسموني يهودي اذا ما عندي بيوت بيوت بدي بيوت والولد ترك أبوه وأمه على جناب الولد عمره 7 سنين ربه تاي حط وشه بالحيط قال له يا بوري علام يا خذ له بوري علام كل شعره أما البيوت يخلي له ياهون صلى من كل قلبه الأب طلع على رب حيم كانيفسكي قال له شوف ابني شافوا ابنه إنه كل شعره ما عنده على راسه أما البيوت عنده بس من الصلاة تبعه طلع رب حيم كانيفسكي بالعالم تبع بيته قال له شفتوا الصلاة تبع واحد ولد شو بتساوي شفتوا الصلاة تبع واحد ولد قديش بتساوي امباكت ببوري علام قديش بتساوي كومبلي ببوري علام البيئو تبعه ضلوا لاما مشان طلب من بوري علام انه البيئو تضلوا شو مكتوب على بينحاس مكتوب ويعمود بين حييم وبين هميتيم بتعاد سارة مقفة أمت مكتوب على أهرون بس نفس الشيء مكتوب على بينحاس بينحاس ربوتاي بيقول بابا سالي وقف بين الميتين وبين العايشين ودغري وقفت المقفة بيقول بابا سالي شو المعنى تبع هالباسوك إنه بينحاس وقف بين الميتين وبين العايشين سمعوا كلام البابا سالي بيقول بينحاس طلع ببوري علام قال له يا بوري علام جنب هون ميتين جنب هون عايشين بوري علام من مين تستفاد اكثر من ميتين ولا من العايشين بوري علام اذا موتت عم اسرائيل كلهم شلون يدعبر منان مين اللي حيوقف بالصبح يقول لك مودي اني لفنيخ ملك حي ذكايام
מי לחי אלק מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו? מי לחי ואף יסלי לך הבורא עולם? הק בנתך הבורא עולם? ואף בין מתים ובין עיישים, יעני אין לו בורא עולם, your choice. בידק הבורא, אין תכתב. בדק שעב מיית ולא בדק שעב עייש אם יסלי לך. למה בורא עולם שמע הק, תעצר המגפה. ووقفت المجفة. إمتى هالبسوك نفسه جاية بالمزمور اللي منقوله كل يوم بالقربانات تبع مزمور شير حنوكات البيت لدافيد. في بسوك هناك منقوله ما بيتسع بدمي بريتي الشاحط. هيوديخة عفار بالسؤال. هيجيد أميتيخة. دافيد الملك عم بيحكي مع بورع علام اللي احنا منسترجي نحكي مع الملك هيك. شو قاله دافيد الملك لبورع علام؟ ما بيتسع بدمي بريتي الشاحط. شو بتستفاد من دمي اذا قتلتني؟ هيا وديخة عفار التراب رح يغني لك، هيا جيد اميتيخة التراب رح يتعلموا التورا، التراب رح يصلي. شو بتستفاد مني يا بورع علام اذا اخذتني من الدنيا؟ يا بورع علام، نحن هلا عم نحكي مع بورع علام مشان ان شاء الله كل المقفوت يوقفوا. يا بورع علام شو عم تستفاد من عم تبعت انت الامراض بعم يسائل شلون يضع؟ شو عم تستفاد انه عم تعذب الناس انه ما عندهم برناسة؟ يا بورع علام شو؟ واحد بيسمع الكلام بيقول انت كافر عم تحكي مع بورع علام. برمنا نحن ما عم نحكي انه منع انه كيقول بورع علام انه عرفان شو عم بيساوي، حسب الشلام هاد كافر. فعملنا له بورع علام، يا بورع علام وي جات ذا مسج. فهمنا الدرس تبعك. انت عم تعطينا درس؟ اوريدي فهمنا الدرس تبعك يا بورع علام. شو بتستفاد من الامراض اللي عم بيجوا؟ شو عم تستفاد من المشاكل اللي عم بتصير؟ شو عم تستفاد من العالم واحد بيطلق مرته والمرأة عم تطلق الرجال؟ شو عم تستفاد من كل الشتويات اللي عم بتصير؟ ما عم تستفاد شيء. هيو دخا عفار، احسن لك برمنان اولاد صغار يموتوا برمنان، احسن لك انه واحد يخسر البرناسة تبعه، بيكون كافي، ما عاد يصلي لك، ما عاد يروح الصلاة، ما عاد تعلم ترى، أحسن لك يا بورع علام هيك؟ شو بيقول مسودة دافيد؟ اسمعوا الكلام. كشي أدم شاب ليوت عفار ذخيو دوخة أز؟ لما واحد بورع علام يساوي تراب بعد 120 سنة بيقدر يغني له بورع علام؟ الميتين بيغنوا، الميتين بيساووا التراب، تعلموا تراب، بيصلوا، هالو توب لحيوتو بشاب رفالو بأجود لك. مو أحسن لك إنه تشفيه لهذا الولد اللي هو لازم رفقه شلما؟ مو أحسن لك إنه تشفيه؟ بعدين بيقوم وبيصلي لك أكثر. بس بعبرتين وسمعنا كتير قصص على العالم اللي كانوا لحظة واحدة من الموت وشفاهم بورع علام، لا صلوا له، لا رجعوا بتشوبه ولا شيء. هيك تتشكروا لبورع علام؟ هيك تتشكروا لبورع علام أنقذك من الموت؟ هيك بتشكر له بورع علام؟ ما بتستحي على حالك. هون عم بيقول لك دافيد الملك، عم بيقول لك الصلاة بدال القربان. القربان كان يجيب له السماح للإنسان، القربان كان يبعد كل الأمراض، القربان كان يجيب برناسة وبرخاء وتوبة وشفاء ورفع وصلاة وكل توب لعم إسرائيل. نفس الشيء التفيلات تبعك، نفس الشيء العمدات تبعك. العمدات تبعك بتساوي كتير قوة بعيون بورع علام. بده منك بس تفتح، بس بده بورع علام تفتح تمك وتصلي له لبورع علام. بعزة الشيخ بهالزفوت نتعلمنا هلا القوة تبع الصلاة من بنحاس. بنحاس صار كهين، صار إلياهو النبي، زود له بورع علام حياته بسخوت ما سخوت الصلاة. بيقول مصحف سفر حريدين، بيقول لازم تعرف كل يوم اللي عندك عندك تجربة أكتر وأقوى من تبع امبارح. شو تساوي؟ افتح تمك بالصبح وتلوم بورع علام، ساعدني ساعدني اتغلب على اليسارات تبعي. يا بورع علام ساعدني انه اليوم اتعلم تورا، ساعدني يكون عندي برناسة. يا بورع علام اذا منيح هي بعيونك اعطيني كل خير بالدنيا، انت بتعرف شو انا لازمني. بس خود بورع علام يبعثنا مشيح سكينه، يبنينا بيت المقداش، يعطينا الشفاء برخاء. بورع علام يرزقنا كلنا اللي قاعدين هون، اللي عم بيسمع، اللي عم يتفرج، يعطينا شفاء برخاء كل توب بناساته با. اي لازمه زبوق يبعثوا زبوق ناخون، اي لازمه يلاديم يبعثوا بنيم زخارين بنات يقعدوا يبعدوا بورع علام يعطيهم كل خير. بارك الله العالم، امين وامين.